أصدقائي المتابعين، أهلا بكم في فيديو جديد صادم للأسف. فيديو تاني وتالت ورابع من المنصورة. فتاة من المنصورة كتبت من يومين على الفيسبوك إنها زهقت من حياتها، كانت نفسها تلاقي حد تحبه ويحبها، حد يسندها، حد يعملها كويس. تقول أنا عايشة حزينة منسية مأزية. الكلام ناس كتيرة قعدت تنتقدها على الكلام اللي هي كاتباه، قعدت تلومها. البنت قالت انا احسن حاجة ان انا احب استريح من الدنيا دي واسيبها، انا بعد بكرة يوم تخرجي، بس مش تخرجي من الكلية، لا تخرجي من الحياة، ومش عايزة حد يحضر جنازتي. انا زي ما انا كنت عايشة وحيدة في الدنيا، حابة كمان ان انا اموت وحيدة. كلام مؤثر جدا، كلام صعب قوي اي بشر يتحمله، بس الحقيقه هي نفذت وعملها وانتحرت من شويه. انتحرت فتاه المنصوره بحبه الغله اللي انتشرت مؤخرا، وناس كتيره بقت تاخدها علشان تدمر نفسها وتموت نفسها وتسيب الدنيا وتفارقها بسبب قصص نفسيه مؤثره واحداث ما يصدقهاش اي عقل يعني. فربنا يرحمها، وللأسف رحلت عن عالمنا. نتمنى لها المغفرة وربنا يصبر أهلها. يمكن تكون هي ما عندهاش حق في اللي قالته أو مش حاسة كده، بس هم أكيد بيحبوها زي ما احنا لما قرينا الرسالة دي أكيد كلنا اتضايقنا قوي على اللي احنا سمعناه وقريناه. كانت بنت طيبة الله يرحمها.